بطبيعه الحال كده في كل يوم جديد في بعض الممارسات والسلوكيات اللي بنعيشها وبنمارسها بالطبيعه. حتى في القوانين في حاجه كده يسموها قانون الطبيعه او القانون الطبيعي، اللي هي مجموعه الحاجات اللي بفطرة الإنسان، أعرف ومفاهيم كده موجودة بفطرة الإنسان ربنا خلقنا عليها، ربنا خلق الإنسان يحترمها، اسمها القانون الطبيعي اللي أنت مش محتاج تعلمه لحد. وكل ما تتقدم المجتمعات كل ما تبتدي تحط حاجة اسمها القوانين الوضعية، فتحط قوانين تنظم شكل الحياة، ويتعرف المجتمع ده متحضر أو غير متحضر بمدى احترامه والتزامه بالقوانين اللي هو نفسه واضعها، حتى القوانين الوضعية. نطلع سلمة كمان في سلم التحضر والرقي والثقافة، نقول إنه في نوع كده من القوانين الأخلاقية، يعني في مجتمعات عيب جدا وحاجة صعبة جدا وحاجة يعني كبيرة جدا إنك تكذب، لأنه المجتمع في السلم الأخلاقي ارتقى وكبر وطلع حاجات كتير، فبقت حتى القوانين الوضعية حاجة بسيطة لكن بنعلى عليها بشوية قوانين اسمها القوانين الأخلاقية. واحدة من السنن اللي كل أو معظم الناس شايفينها حاصلة في بلدنا إنه بقينا ننتبه، والحقيقة الحكاية دي لازم تيجي من فوق لتحت، يعني تيجي من الرموز، فبقت رموزنا الوطنية بتنتبه لفكرة القوانين الأخلاقية، سواء بصراحة يعني انتبهوا أو لم ينتبهوا أو حصلت بطريقة غير مقصودة أو كانت مقصودة، هي في المحصلة حاجة حلوة جدا إن بقى عندنا سنن جديدة أخلاقية. يتقال كده إنه مثلا لما نروح نشتغل في مكان في حاجة اسمها مدونة السلوك، في الإعلام في حاجة اسمها مدونة السلوك أو الأداء الإعلاني، يعني إيه؟ يعني شوية الحاجات الأخلاقية اللي المؤسسة دي بتلتزم بيها. مش عايزة أطول عليكم، لكن ببساطة جدا واحد من المشاهد اللي كان مهمة جدا هو مدونة سلوك جديدة بتسنها مصر وبنشوفها في كل افتتاح مشروع كبير. احنا النهاردة هنتكلم معاكم على مدار الحلقة على قد إيه المشروعات القومية تلمس أو بقت قريبة ولمسانة، لكن أنا مشغولة بس نصبح على بعض بفكرة مدونة جديدة أو سنة أخلاقية جديدة وهي احترام الرموز. مش عايزة أكون بجامل، لكن خليني أقول أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي واحدة من الحاجات الملفتة جدا في أدائه وفي كل افتتاح مشروع كبير هي فكرة احترام الرموز. ولما احترام الرموز يجي من الرمز اللي بيمثل الدولة تبقى كبيرة أو تبقى مدونة حقيقية للسلوك، وتبقى حاجة نبص عليها كده ونرجع شوية خطوتين لورا بالأرقام وبالتواريخ. أكيد مثلاً وأثناء افتتاح المشروعات ناس كتير من المحبين أو المخلصين اللي كانوا حوالين الرئيس كانوا بيقولوا له مشروع ده حلو قوي، عايزين نسميه مشروع عبد الفتاح السيسي، لكن هو قرر أنه يسميه مشروع الشهيد بركات، أو مثلا ميدان الشهيد بركات، كوبري الشهيد بركات، محطة المترو دي تعالوا نسميها محطة رئيس عبد الفتاح السيسي، لكن تم اختيار الاسم محطة عدلي منصور. المحور ده كبير جدا تعالوا نسميه كذا، فيتقال لا تعالوا نسميه محور الفريق إبراهيم العرابي. الكباري الكتير والمشروعات الكتير اللي بتحصل كلها ليها رمزية، يعني الاسم ده رمز، فكلها تختار بلدنا انها تحط مدونة جديدة للسلوك انها تسميها بأسماء الشهداء، الشهداء من الضباط، الشهداء من ضباط الجيش ومن ضباط الشرطة. وأخيرا في أثناء افتتاح أحد المشروعات أعتقد بشائر الخير الرئيس كمان قالوا له كده، قالوا له على أسماء يعني رموز ممكن تطلق على هذا المشروع، لكن الرئيس قال إيه؟ أنا عايز أسميها بأسماء شهداء من الجيش والشرطة ومن الأطباء كمان وإحنا بنحارب كورونا. محور كبير نسميه محور الفريق العصار. السلوك ده بعض الناس ممكن تعدي عليه وتعتقد أنه ده حاجة طبيعية، لكن اللي يشوف ده من ناحية أنها مدونة جديدة للسلوك هو احترام حقيقي للرموز، احترام للرموز وهم موجودين وسطنا وعايشين معانا. دي رسالة قبل ما يفوت الأوان يعني، أو ما يبقى الموضوع بس احترام لذكرى، لكن هو احترام لشخص ولمواقف إنسانية قدموها هؤلاء الأشخاص أثناء خدمتهم لبلدهم، واحترام لفكرة أنه إحنا دولة حقيقية، ما هياش دولة الأشخاص ينفردوا بيها لا حتى بأسماء المشروعات
ولا كمان بالفضل أو زي ما بيسموه كده الكريدت. يرد الفضل في أوقات كتيرة لأشخاص كانوا جزء من هذا النجاح. دي اللمحة أو العنوان الكبير لواحدة من الحاجات العظيمة اللي بتحصل في بلدنا في الفترة الأخيرة، إنه في احترام حقيقي لرجال صنعوا وطن أو رجال بيقدموا لوطنهم تضحيات حقيقية. خلونا بقى نشد الخط ده في كل المؤسسات، خلوا المؤسسات تبقى بتحترم فريق العمل، ما يبقاش حد بينفرد أبداً بالنجاح. خلوا البيوت كمان تبقى بتحترم القرارات الجماعية، ما يبقاش حد بيعتقد إنه ديكتاتورية القرار.